أما هلأ زينب بننتقل لمساحتنا الطبية لليوم، رح نوجه فيها مؤشر الحديث لنحكي عن البلازما واستخداماتها في علاج حالات عديدة. فهي بتتميز بأنه الجسم بقدرته على شفاء نفسه وتجديد أنسجته عن طريق الخلايا الجذعية لكل علاج آثار جانبية. والعلاج بالبلازما أكدت دراسات طبية عديدة أنه العلاج بالخلايا الجذعية ما بيترك أي أثر جانبي. وظهر استخدام البلازما كعلاج بمجال الطب التجميلي وأيضا استخدامات أخرى بطب العظام وعلاجات الرياضيين وغيرها من الحالات. لنحكي أكثر عن البلازما واستطباباتها واستخدامها مع الزراعات السنية. بيسعدنا نرحب بالدكتورة باسمة الشيخ، ماجستير بأمراض اللثة وجراحتها وحائزة عبراءة ابتكار باستخدام البلازما مع الزراعات السنية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يا أهلا فيكم. أهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي على الشاشة الإخبارية. يمكن دكتورة بفقرة سابقة حكينا معك عن أهمية البلازما واستخداماتها، بس دائما بالطبي بيكون في شيء حديث، يعني في دائما معلومات جديدة بتدخل على هيدا المجال. خلينا نحكي البلازما بشكل عام، إلى آثار جانبية سلبية ولا إلى آثار إيجابية أكثر؟ هلا البلازما صارت شائعة كثير بهالوقت، يعني كبير كثير عم تقريبا تسمعيها. كل العالم عم تستخدمها، لهيك كثير كثير مهم انه يعرف الواحد شو الشيء المفيد بهذا السائل الاصفر اللي عم نحصل عليه بعد تسفيل الدم. هلا مو كله فينا نستخدمه، مو كله بيعطينا النتيجة اللي نحن بنرغب نحصل عليها، على فكرة كمية محدودة جدا. هي البلازما الغنية بعوامل النمو من هذا السائل الاصفر اللي بتكون فعالة. ليش؟ لأنه بتتركز عوامل النمو ضمن هي الكمية. هي العوامل هي اللي بتنشط التروية، بتنشط تشكل ألياف الكولاجين، بتنشط إنه يتشكل عندي عضو مغضروف، بتخفف الألم، بصير عندي أوعية جديدة. يعني شيء محدود جدا، هي مهم نفهمه، مو إنه كل السائل الأصفر اللي ننتج عن التسفيل، لا، كمية محدودة جدا هي الشغلة المهمة. ونحن لما عم نسحبهم لهالجروس فاكتورز وعم نرجعهم بتركيز مرتين لثلاثة أكثر من الطبيعي، عم نفعل كل عمليات الشفاء والتندب بالمنطقة. يعني كل جراحة، كل حالة، مثلا مريض جسمه ضعيف، كل حالات اللي أنا بحب خفف ألم، نشط شفاء، سرع رجعة العضو على وظيفته الطبيعية، بستخدم فيها البلازما. كنا عم نحكي بالمقدمة دكتورة عن الزرعات القصيرة باستخدام البلازما، خلينا نعرف شو هي الزرعات القصيرة، شو مساوئها، شو إيجابياتها؟ هلا الزرع صار بديل منيح لكل انواع الترميمات الثابته والمتحركه. نقصد بالترميمات الثابته الجسور، والمتحركه هي البدلات والاجهزه الجزئيه. يعني مثلا انا مريض اجاني عنده فقد سن واحد، الاسنان اللي حواليه منيحه، ما في داعي انا اعمل جسر واثر على السنان الموجوده، لا، فيني احط زرعه وبهيك بحافظ على السنان وبحافظ على العظم. هي الحاله المثاليه واللي بيكون فيها العظم منيح، بس للاسف اغلب الناس اللي عم يجوا ما بيكون عظمهم منيح. يعني مثلا في نسج داعمه متقدمه، نقصد بالنسج الداعمه هي النسج اللي بتمسكهم للاسنان لسه وعظم والرباط اللي بيمسك السن ضمن العظم. مشكلتها ما فيها الالم الواضح، لهيك المريض بيهملها. يعني بيجيك المريض اسنانه ما احلاهم بس بينزلوا بتمه بسهوله، فبهيك حاله لما راحوا الاسنان ضل عندي عظم ضعيف كثير كميه ونوعيه، والاسنان اللي حده كمان ضعيفه. يعني انا ما بقدر احط جسر، ما بقدر احط ترميم متحرك بهالمنطقه، وقتها بحتاج نوع خاص من الزرع اسمه الشورت امبلانس او الزرعات القصيره. وهذا اللي بدي اسالك عنه دكتوره، يعني نحن بنسمع بالبلازما او بنحكي عنها لما نشوف زراعات قصيره من خلال البلازما للاسنان، هون الغريب، يعني هون المطروح بشكل جديد. خلينا نوضح اكثر كيف بيتم هي الزراعه، كيف ممكن نستفيد من البلازما من خلال هي الزراعه. تماما، يعني دائما هي مرتبطه البلازما بالبشره والنضاره، لما نقول اسنان في اختلاف كبير. على فكره نحن لما دخلناها على سوريا بال 2007 وقتها كنا بدينا بالشورت امبلانس مع البلازما. يعني هذا النوع من العظم بدل مثلا ما يفوت المريض بمداخلات فظيعه، بجراحات، بطعوم، كلفة كبيرة، لا، أنا عم حط له هي الزرعة القصيرة. هي لحالها كزرعة قصيرة وبعظم ضعيف نسبة الفشل مرتفعة، بس لما عم فعلها بالبلازما بتلاقيها هالنتفة الصغيرة اللي هي مثلا 5 ملي غلفها العظم من كل الجوانب، صار عظم قوي مثل الحجر حدة. حتى العظم اللي أنا عم باخده وأنا عم حضر حفرة الزرعة برجع بفعله كمان بالبلازما وبحطه فوق، بتقويه يعني من تماماً. خلال البلازما بدل ما يكون عظمه ضعيف وزرعه ضعيفه ونسبه الفشل مرتفعه، عم تتحول لنا
النجاح 100%، وهذا هو البروتوكول اللي نحن طبقناه ولاول مره بالعالم. هدول الناس اللي نسبه الفشل مرتفعه جدا بسبب كميه العظم ونوعيته، صار نجاح 100% ولفترات طويله ونفس النسبه، لقوا بزيد العظم عنده. دكتوره، قد ايه باستخدام البلازما يمكن توفر على المواطنين ايضا كلفه يمكن العمليات الجراحيه والزراعات؟ يعني قد ايه هي مفيده فعلا، لانه من جسم الانسان ايضا منه فيه مثل ما بيقولوا. تماما. هلا مثل هدول المرضى بالذات بتلاقي عظمهم ضعيف، يعني هذا المريض لحتى انا مثل ما قلنا ما فيني احط له جسر، ما فيني احط له جهاز متحرك، بده زرع حكما وبده نوع خاص من الزرع، وحكما بيفشل بلا البلازما. بس هذا المريض لو انه ما عندي شيء اسمه شورت امبلانس، ما عندي بلازما بتفعلها وبتقويها، كنت بدي ادخله على مشفى، بدي اخذ له طعم من العظم الحرقفي، يعني في جراحات متعدده، في كلفه كبيره، او بدي احط طعوم صناعيه وغاليه جدا الطعوم الصناعيه، وبدها وقت طويل لحتى تصير ملائمه لحط الزرع فيها. بينما هون بالحاضر بهالعظم الموجود عندي ولو كان ضعيف، انا حطيت زرعه وقويتها وضلت عمر وضل ثابت العظم حده وبنجاح 100%. بس دكتوره زينب حكيت عن نقطه كثير مهمه، هي التكلفه للمواطن. اليوم بنتفاجئ بتكلفه البلازما، يعني في اختلاف بالاسعار بشكل كبير. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، لما يكون الفصل، يعني لما نقول التكلفه تختلف من دكتور لدكتور ثلاث اضعاف، بيكون في مشكله اساسا بعمليه فصل البلازما والنتيجه اللي بناخذها من خلال البلازما. والله المشكلة ما عندنا ضبط بسوريا بهالموضوع، يعني حتى لو عم تدفعي هالمبلغ الكبير للأسف ما عم تاخدي النتيجة، يعني سوء التطبيق هو اللي عمل لها أحيانا هي السمعة السيئة، بيقول لك والله حطيتها مرتين وثلاثة وأربعة ما أخذت نتيجة. لا، مثل ما حكينا أول شيء، الشيء اللي بيفيدني هو كمية محدودة جدا، وكثير بدها دقة بفصله، وكثير بدها عقامة. هلا في منهم بيبعت على المخبر كل السائل الأصفر اللي طلع طبقته، لا، هو له استخدامات فينا نفصلها طبقات طبقات، بس إذا بدي الشيء النتيجة الممتازة والفعالة كثير هي كمية محدودة، ولازم كثير يكون في دقة بفصلها لآخذ النتيجة اللازمة. هذا اللي عم نحكي عنه، يعني يمكن مثل ما قلتي بعض الأطباء بيبعتوا المريضين على المخبر لياخذوا طبعا يسحبوا دم، ويمكن على الحركة كمان بتخف نسبة البلازما. غير موضوع العقامة، ممكن تنخلط مع بعضها، يعني ما له منطق إنه والله مثلا المخبري أوكي بيعمل لك تحليل دم بيعطيكي نتيجة التحليل، بس ترجعي وتحطيه بجسمك فهذا غلط. ما بتستفيدي. طب هل صحيح دكتورة انه في اجهزه خاصه للبلازما بدخلوا فيها بعض الفيتامينات مثل الميزو ايضا تستخدموا المراه بشكل تجميلي؟ هلا كثير عم بدخلوا شغلات، بس البلازما لحالها بحد ذاتها الحلو فيها ما لها اي تاثير جانبي. تمام. يعني ما تحطي شيء معها بتعطيكي نتيجه ممتازه. بتعطي ورم يمكن كمان؟ والله بشكل مثل ما عم اقول لك في خلل بالعقامه فظيع، يعني لما بتشوفي واحد حاطط بلازما ورمان وشه ملتهب، لا هلا مو من البلازما، البلازما بتنشط الترويه، بتعطي نضاره، اشراق حيوي، اما بتعطي ورم والتهاب ابدا، هي بتخفف كل علامات الالتهاب. بس يكون عمليه الفصل صحيحه. تماما. يعني بنوه على نقطه، والعقامه تكون مهمه. بدي ارجع على قصه الزرع القصير، خلينا نحكي عن البلازما للاشخاص المصابين بمرض السكري، بنعرف عندهم شكله من خلال الزرع او اي عمليه جراحيه، قديش فعليا بتساعدهم اليوم بهي النقطه؟ تمام. عندنا مرضى الزرع، عندنا مرضى هشاشيه العظام، عندنا المرضى المدخنين، عندنا المتقدمين بالعمر، هذول بنسميها اللي عندهم امراض نسج داعمه متقدمه، هذول بنسميهم تحديات للزرع. يعني هذول من الناس اللي بيفشل كثير الزرع عندهم، ممكن يتكلفوا هذيك الحسبه وبالاخر يا اما فتره قصيره بتفشل الزرعه او بيمضوا كل الوقت معاناه من الالتهاب حده. فهذول الناس بالذات موضوع البلازما مع الزرع حللهم بشكل كبير، يعني لو في كلفة زرع فهني ضمنوا العمر كله. مثلا هدول مناعتهم مانا كتير منيحة، بتلاقي حتى الشفاء بطيء عندهم، ممكن يتعرضوا لنزف، عظمهم هش كتير، البلازما أمنت لهم زرعات مثل الحجر بغض النظر عن حالته. طب دكتورة خلينا نحكي قديش بياخذ وقت الزرع، ومن بعد الزرع شو هي التوصيات اللي بتعطيها لأي مريض بيجي لعندك طبعا باستخدام البلازما؟ شو اللي بتمنعيه عنه؟ شو مثلا السوائل الساخنة، التدخين، شو اللي بتقولي له لا هذا ممنوع وهذا مسموح؟
تمام. هلا الزرع بلا بلازما بدك ممكن مثلا 4 5 شهور 6 شهور عند هدول المرضى الحالات الخاصه، مع البلازما بشهرين بتلاقي عظم ممتاز، فيك ترممي فوق الزرعه. بعد شهرين تماما بصير تماما فيك ترممي فوق الزرعه. الحلو بالبلازما انه عطتني عظم قوي كثير، عطتني شفاء سريع. تلاقي المريض بخاف انه من الالم، من الوزمه، من الورم اللي بده يصير بعد الجراحه، بفاجئك انه ممكن نزرع فك كامل ما يحتاج مسكن، وبتلاقي الجرح مثلا اللي بده مثلا شهر بده وقت طويل، باسابيع قليله عم بمر وعم يشفى. هلا في حالات فينا نعرضها بنورجيهم للمرضى زرعات قصيره، عند مرضى عمرهم بالستينات بال75 بتلاقيهم مثلا عندهم درد خلفي، عظمهم ضعيف، ترممت المنطقه الخلفيه، ترممت الوظيفه كامله. عندنا زلمه مثلا متقدم بالعمر، العلوي والسفلي ما في عنده اسنان، كمان ترممت وظيفته، يعني كثير بتعطي فرق لهيك ناس. بتعطي فرق وفرح يمكن تماما، لانه عم نشوف بعض الصور والحالات اللي داخله لإلها ماده البلازما وعم تساعد بشكل كبير. تبع البلازما تحضيره هون عم نشوف هي الصوره، هي شو؟ هي بعد ما بناخذ الدم وبنسفله بينفصلوا معنا. هلا هذا المريض عمره 75 سنه، عنده درد كامل الفكين، يعني تخيلي واحد بهالعمر وعظمه ضعيف واجانا بعد 10 سنين من الزرع، بتفكري هلا عاطتهم نفس مستوى العظم، موضوع اللسه، النظافه. طبعا الزرع مو لحاله بكفي، بدنا نضبط الاطباق، عنايه المرضى، بدهم يهتموا فيهم بشكل واضح، يعني مو حطيناهم وخلص، ما بده يكون في التهابات حواليهم. هي انه بلسنا في حالات بتبين فيها الزرعات مع الاباتمنت، هي الصوره. هي شو؟ هي الزرعات بالعظم اندخلت وخلصت، بنحط لها الاباتمنت وبنرمم عليها التلبيسه. عم شوف كمان صور، تمام، هي حاله كامله مع صور الاشعه. شو ردة فعل طبعا المواطنين او السوريين على استخدام البلازما بزراعه الاسنان؟ عم تحسي انه في اقبال عليها، بلشت تنتشر بشكل كبير؟ عم تحسي انه عم يجوا وعم يشكروكي على النتائج؟ الحمد لله. يعني انه تخيلي واحد مثلا انه كان خايف، مثلا مثل مريض سكري انه عنده قناعه، حكما صحيح. انا ما بيزبط عندي شيء، مثلا مثل هذا المريض 75 سنه انه هشاشيه عظم انه تنجح 100% تضل عمر، يعني هلا هذا المريض من برا سوريا اجا وتحمل، ما بتتخيلي مشقة السفر ليعمل لسه الزرعة المضلاية عنده، كثير عاني له الموضوع وكثير مرتاحة. انت بيعني لك يمكن انه قطع هالمسافة حتى المرضى انه عم يجوا لعندك؟ تماما، حتى احساسهم بالثقة، وحتى ما في ألم، وبتلاقي الراحة والاندخال وثبات النتيجة، كثير بتريحوا نفسيا للمريض. هذا كثير مهم، يعني هذا كثير مهم للمريض لما يشعر براحة نفسية من خلال النتيجة اللي عم يشوفها. تمام. طيب خلينا نحكي عن استخدامات البلازما الأخرى، شو ممكن نستفيد من خلالها؟ مثل ما قلت يمكن بالبداية، مع كل يوم للتطور البحث العلمي في شيء جديد بيكون معنا موجود. هلا البلازما بشكل عام دخلت بكل الاختصاصات وبكل المجالات، الحلو فيها انه شيء من جسمك، يعني كل علاجات ممكن تبني من جهه وتهدم من جهه، الا البلازما هي الشغله الوحيده اللي ما لها اي تاثير جانبي، كلها فوائد. هلا مثلا اصابات العين بتطول لتشفى، بتلاقيها بتعطي سرعه شفاء ممتازه فيها، بالنسبه مثلا لاصابات الاوتار والالام العضليه عم يحقنوها، عم تسرع الشفاء، عم تروح الالم بشكل واضح. شو الفكره؟ لما عم تعمل ترويه عم تسحب كل المنتجات السامة الموجودة بالمنطقة، عم تفعلها، عم تسرع شفاء أو تندبها بسرعة. مثلا في حالات التجميل عم تعطي نتائج ممتازة، يعني مثلا بدل ما تستخدم كريمات العمر كله وتصرفي بلاوي، ممكن بجلسة جلستين بلازما تحسي نضارة وإشراق ملفت. دكتورة هي بالسنة، بس لنوضح شوي لأنه في صبايا ما بيعرفوا أو سيدات ما بيعرفوا أنه بيعملوا كل شهر جلسة بلازما، هل صحي أنه كل شهر تنعمل جلسة بلازما، أو قد ايه لازم بالسنة كلها تنعمل جلسات البلازما؟ هلا هي في حالات مثلا بيجينا مرضى نحن عم نطبقها مع دكاترة التجميل، بتلاقي مسامات وشهم كبيرة، هلا هدول بيحتاجوا شي مرتين ثلاثة متتابعات، مثل ما تقولي كل شي 20 يوم مثلا كل شهر. متى ما سبت المنظر بتلاقي بشرتهم صارت مثل بشرة الأطفال، وقتها في عناية ثانية الواحد بده يعتنيها، بصير يطبقها مثلا مرتين بالسنة مثلا حسب الحاجة، يعني وتأثيرها تراكمي، يعني مثلا في حالات تساقط الشعر من أول مرة بيوقف التساقط وبيبدأ شعر جديد، بس في حالات اللي فيها فقد كبير كذا مره بدهم يطبقوا. متابعه واستمرار فيها تماما، يعني ما انا مضره، ما بتاذي ابدا، بس مثل ما قلنا بروتوكول كثير دقيق وكثير كثير مهم العقامه فيها.
طيب بأي سن ممكن ندخل البلازما للصبايا؟ يعني فيهم من ال20 أو قبل أو بعد ال20 بأي ولا عمر؟ ما في مشكلة؟ بأي عمر؟ هلا بقول لك مثلا اجتنا حالة بنت صغيرة عندها هيك تساقط بشعرها، في حالة نفسية مأثرة عليها، تساقط شعر واضح، فهي يعني كثير مأزمة الموضوع، أنتِ ما بتتخيلي إحساسها لما بدي شعرها يطلع مثلا، لما يعني بترجع لها ثقتها بنفسها، بأي عمر بتطبق البلازما ما في مشكلة، الندبات مثلا بتلاقي ندبات بالوش، بدال مثلا ما يروح الواحد انه تقشير طبعا ما حيروح على الندبه، مره مرتين ثلاثه بتلاقي تشكل نسج وارتفعت وصارت على مستوى البشره تماما. نعم، خلينا نحكي لك كمان دكتورة، هل البلازما انه هي لانه بالابر عم بيخافوا منها شوي السيدات، هل بتعمل مثل ما قلنا انه بتوجع بتعمل الم؟ هلا شوي شوي هلا نحن فينا نخدر قبل ما نحط البلازما، هاي ضريبة بس الجمال يفضل تماما دايما بس يفضل ما نخدر. ليش؟ نعم. لان هي بتنشط الترويه، فانا ما بدي احط مقبض وعائي، يعني نعم. ما بدي عاكسها، فبنتحمل شوي وبناخذ نتيجه ممتازه. نعم دكتورة، شكرا كثير لكل المعلومات اللي اعطيتينا اياها عن استخدام البلازما، وهي شيء مفيد جدا لكل الامراض والاستخدامات وخاصة بالزرعات القصيرة مثل ما حكينا. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا لك دكتورة.